قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء تم التأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة في ظل ما هو قائم بينهما من تنسيق وتشاور وتعاون ومصالح مشتركة في مختلف المجالات. كما جرى استعراض لأعمال القمة العربية التي تعقد في تونس والتأكيد على أهمية وحدة الصف وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في وجه الأخطار والتحديات التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية ووحدة أراضيها وشعوبها. وقد حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.